الفطور. نبدأ أولا بالفطور، كيف تفطرون؟ كيف تفطرون؟ كيف نفطر جميعا؟ تمام، لكن علي نتناغم، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كيف نفطر جميعا؟ وهو حالة ما يقول الله أكبر بقي قام أكملها، يعني نهجم على هذه المائدة. ويعني ولما تكون مائدة فيها 25 أكل، فمن أين نبدأ؟ من يمين ولا من شمال، ولا بالسكريات ولا بالخبائز اللي معت 5 ولا 6 ولا الحريرة والحليب؟ يعني ما شاء الله، يعني كين حليب بارد وكين عصير وكين قهوة حليب وكين شاي 4 مشروبات، ثم كين خبائز فيها الملوي والبغرير والكرواسون 5، والحلويات فيها الفلالية والشباكية والمخرقة وكين لحاك البسطيلة تم، يعني عاد سلو كين اللي حاطوا ناشف واللي حاطوا معجون وشنو نسيت عاود ثاني البريوات. هذا ليس رمضان، والله هذا ليس رمضان. وأنا أتشدد مع النساء في القضية هذه، انسوا هذا العادة السيئة، انسوا رمضان نعم نأكل، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم ما كاينش كلوا واشربوا في القرآن، إذا لقيت واجب ولي أنا ما عرفت كاين حزن هذه اللي عندنا، هذه 30 جزء ما فيهاش كلوا واشربوا، ما عرفت لا شي واحد حافظ القرآن يقول لي فهمتينا، ما كاينش كلوا واشربوا، كاين كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كاين كلوا واشربوا وتحققوا عند حسابي، ما كاينش كلوا واشربوا، كاين كلوا واشربوا واتقوا. لا تنسي يعني ليس فيه كلوا واشربوا هكا مطلقا، يعني هكذا كالأنعام، لا كاين حد، دائما كاين حد لهذه الأشياء. فيعني علي سنعود لهذا الحد لنتكلم عن التغذية فيما عدا رمضان. هذا الفطور من الناحية العلمية، فأنا أوصي في علم التغذية أوصي بأن تفطروا على شيء سهل في الامتصاص، هو ليس هناك أسهل من التمر. ويعني الناس اللي بغوا يفطروا بالعسل، نعم وغادي نقول لكم علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاش بالعسل، وصى بالتمر والماء ولكن ما وصاش بالعسل، نقول لكم علاش. فنفطر على التمر، لماذا؟ لأن التمر فيه سكريات بسيطة، السكر سامبل فيه سكريات بسيطة تمتص بسهولة، تمر إلى الدم وترفع هذا التركيز ديال الجليسيمي، تركيز ديال السكر في الدم، ثم يذهب الارتخاء والكسل، وتكسر كذلك الجشع، تكسر الشهوة، يعني ما كتهجمش على المائدة. تفطر بتمرات رطب أو تمر أو ماء ثم تتوقف، يعني صلي لما كنتيش تصلي غير وقف ما تأكلش لمدة 10 دقائق إلا قدرتي، بزاف هنزيد لكم في النهار 10، يعني الأذان زيدين 5 وأنا نزيد 10 وثم غادي نديكم. توقفوا 10 دقائق إلا بغيتوا تصحوا، 10 دقائق إلا بغيتوا تصحوا، بغيتوا تمرضوا هردوا يعني كل 10 دقائق، إلا ما قدرتوش 10 دقائق يعني والله أناشدكم الله 5 دقائق، توقفوا 5 دقائق باش هذاك السكريات توصل للدم والجسم والمعدة تعيد نفسها، ثم ارمي هذيك الساعة يعني بروتينات ولحوم وسمك ارميها. توقفوا بعد الإفطار، لماذا؟ لأن هذا علم التغذية. ولما رجعنا إلى السنة وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر أو ماء ثم يقوم للصلاة، ما كانش كيصلي بمدهنتين، كان كيصلي ما شاء الله يعني كان 15 دقيقة ديال صلاة المغرب، كان يقوم للصلاة، هما اللي كيرجع من المسجد من الصلاة عاد يكمل الفطور ديالو، ما كانوش كياكلوا بحال البريوات والشباكية، كان خبز شعير حليب تمر، هذه يعني الأسودين هما كانت غالبية يعني التغذية ديال الرسول وديال الصحابة رضي الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. فانظروا إلى علم التغذية الآن كيف يوافق السنة، توافق تام. ثم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الحديث دياله أدق من علم التغذية، أدق بكثير، لماذا؟ لأن الإفطار على الرطب، الرطب هو البلح، هذا التمر اللي بقي يعني طري ما جفش، لماذا؟ لأنك يكون فيه تركيز ديال الماء شوية طالع، وتكون ألياف دياله مازال ما ديناتيرات، يعني مازال ما تيبسج، وكذلك السكريات مرتفعة والفيتامينات كذلك مرتفعة، لأن البلح فيه فيتامينات أكثر، لأن الفيتامينات كتمشي مع الوقت مع الضوء مع، يعني فيه فيتامينات أكثر من التمر. فبدأ بأعلى جودة هي الرطب، ثم ثاني جودة هي التمر، لما كانش الرطب يعني التمر فهو أحسن، يعني هو يعني فيه مكونات، وإلى ما لقيت والو ماء، لماذا؟ لأن المعدة قرينا في الثانوية أن المعدة يمتى كتبدأ تفرز الأنزيم للهضم، يمتى كتبدأ حال ما تسقط أي شيء فيها، أي حاجة تسقط في المعدة كتبدأ تفرز
تريبسين والكيموتريبسين. فإذا سقط فيها تمر فهو خير، لأن السكريات الألياف يعني هي غدة ذات تريبسين، والسكريات يمر إلى الدم وتكون على أحسن ما يرام. حتى من اللي تأكل تأكل أحسن، تأكل أكثر، يعني اللي بغيت تأكل أكثر تأكل أكثر. ثم إذا ما كانش يعني تمر أو رطب الماء، فهذا الماء على الأقل سيجعل هذه المعدة تفرز الأنزيمات. لما تأكل لحم أو حليب أو فهي تكون قد أعدت نفسها. هذا من الناحية العلمية يعني فيما يخص الإفطار. والآن تستفيدون يعني صحيا تستفيدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد العسل في الفطور، رغم أن العسل كذلك في سكريات وفي فيتامينات وكذلك سهل في الهضم، ولكن العسل كان يصنفه الرسول صلى الله عليه وسلم دواء وليس غذاء. فلا يمكن أن يصف دواء في الإفطار، لأن العسل دواء، يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعسل دواء وليس غذاء. فالرسول أوصى بالإفطار بالغذاء يعني التمر والماء، ولكن العسل شفاء. فإذا يعني كان عندكم عسل وأردتم أن تفطروا بالعسل فافطروا بالعسل يكون أحسن. ولكن في جميع يعني خذ يعني ملعقة ديال العسل صغيرة أو كبيرة عليه، خذ عسل من الأحسن ترشحوه بشوية ماء، يعني باش تشربوه رشحوه بالماء باش يكون سائل باش تشربوه بسهولة، حتى في الهضم يمر مباشرة إلى الدم، ويعني يكون الجسم يقوي الجسم يعني ضد الارتخاء والكسل وما إلى ذلك. ولكن دائما توقفوا، يعني جزاكم الله خيرا، توقفوا لما تفطروا جربوا غدا إن شاء الله فطروا توقفوا ودعوا لي، توقفوا خمس دقائق عاد كملوا الإفطار وغادي تشوفوا بأن فمثل العشاء ما كاينش. فالفطور لما تفطروا فطروا بشوية، يعني ما تسرعوش في الأكل، ما تسرعوش في الأكل، عندكم الوقت ساعة ونص صلاة تراويح خذوها كلها كلوا فيها يعني بشوية. يعني هذا فعليهم اللي تصلي صلاة المغرب هذيك الساعة ونص حتى يأذن صلاة التراويح إذا ما كانش الدرس، فخذوا راحتكم وأكل بشوية يعني بهدوء. حاولوا ما تخلطوش كثير الأكل. دهنيات حاولوا تفادوها إذا كانت دهنيات حيوانية. هاد يعني هاد الرغايف اللي دايرين في وسط منهم شحم هادو كارثة، يعني هادو كارثة. الناس اللي كي كارثة أنك تفطر بشحم يعني كارثة. ربما تأكلهم في وقت آخر، ولكن في الناس كي يفطروا بالخبز في الشحمة هذه كارثة. لأن المعدة مرهقة وبالصيام ويعني تهضم بسهولة يعني ببطء، وأنت تعطيها دهون وتعطيها هذا. أولا باش تستنجوا مستافدوا، مش غير يكون هدرة هكا كلام. فلما تفطروا افطروا على شيء يعني كما قلت تمر أو ماء، كلكم عندكم التمر والماء في ديوركم، تمر أو ماء. اللي عنده العسل وبغى يفطر بالعسل لما لا، يكون عسل حر ماشي عسل سكر، يكون عسل يكون متيقن أنه عسل خالص ديال النحل يفطر بالعسل لما لا، لأنه غادي يكون شفاء. ثم تتوقفوا وتكملوا الفطور، لا تشربوا الماء مع الأكل. ماتش يعني راه شتم اللي كتشربوا الماء يعني كتنتفخوا وكتلقاو عسر في يعني في الهضم وفي التنفس، وغنوصلوا لهاد القضيه التنفس علاش كتنفسوا بصعوبه ملي كتشبعوا. فتوقفوا ثم كلوا بهدوء وببطء، ولا تشربوا ماء، لا تشربوا ماء يعني حتى تكملوا الاكل وتمر نص ساعه على الاكل عادي. يعني اللي بغى يشرب ماء يشرب ماء، راه غير حاله نفسيه اضطراب نفسي انك تشوف الماء وانك عطشان خاصك من الاكل توا في ماء، راه الشاي فيه ماء، حليب فيه ماء، الحليب فيه ماء، يعني كل أكل فيه ماء. يعني ملي تشرب يعني هذه الصحن ديال الحريرة يعني فيه الكمية ديال الماء الكافية اللي يسد يعني الحاجية ديال الجسم من الماء، وكأس ديال الحليب فيه يسد حاجية الجسم من الماء، وكأس من شاي يسد حاجية الجسم من الماء. يعني ما تبقاش فيكم ذاك الجشع أنك خاصة لأن ما تشرب الماء مع الأكل، فبعض الأشياء ما تستفج منها تمر مع الماء إلى الأمعاء، ثم يكون هناك عسر في الهضم، عسر يعني المعدة تتوقف لأنك يعني كتزعجها أثناء الهضم. فالمعدة الحجم ديالها كم؟ خصكم تكونوا عارفين هذه القضيه هذه، لان حتى التلاميذ ديال دابا ما عارفينش. اليوم سولت التلاميذ في الثانويه في السطات ما عارفينش الحجم ديال المعده. 1500 ملي لتر ونص الحجم ديال المعده، لتر ونص عند الانسان العادي البالغ ومع ذلك على لتر ونص لتر 400 لتر 700، المهم حوالي المعدل هو لتر ونص. منها 500 ملي للاكل و500 ملي للماء 500 ملي للهواء. اللي خصكم يعني تحاولوا عليها وخصكم تحترموها. اذا ملأتم قنينة ديال الماء، اذا ملأتم قنينة ديال الماء عن اخرها ويعني سديتوها، هذه وضعتم السدادة ثم حركتم هذه القنينة، هل تتحرك؟
يعني الداخل لا يتحرك، لأن يجب أن يكون هناك فراغ فين يتحرك فين يدور هذا الماء. فكذلك المعدة إذا ملأتها عن آخرها فلا يمكن ما تلقاش كيف استخدم يعني، وهذه تحس بعسر في الهضم، وهذه تحس بالاضطراب، وعلى لن تكون على أحسن ما يرام ولا على أحسن حال. فيجب أن يكون 500 ملي نص تقريبا نص لتر، 500 ملي للأكل، 500 ملي للشرب، ثم 500 ملي تبقى فارغة اللي تنسميها إحنا في العلوم إسباس دو تيت، من كان نقول لاجيتاسيون كنخلي واحد إسباس دو تيت باش نحركه يعني باش يدور هذا الماء. فعند الشكل ديال الحرف اللاتيني جي المعدة هكا دايرة الماء دا باش يسهل هذاك يعني لي كونتراكسيون هذا يعني الحركة ديال المعدة لما تعصر ولما تهضم يكون حركة ديالها سهلة وتهضم بسهولة. لما تأكل كثير هو ما يقع، وهو ما يقع يعني لما تأكل كثير هو الواقع، يعني تحسون بتنفس ضيق، يعني يضيق تنفسكم، ولا يعني تحسوا بحالة يعني خطيرة جدا، الناس كيحسوا بآلام، ويعني كيولي باغي ديك الأكل يهبط، وعاد كيمشي يزيد واحد الكارثة أخرى، تيزيد واحد المشروب غازي باش يهضم. رمضان راه ما جاش باش تهضموا باش تشربوا تاكلوا تشربوا الماء شربات غازية باش تهضموا، رمضان جا باش تحسوا بالجوع باش تجوعوا ماشي باش تهضموا. فالرئة تدخل الرئة تدخل 700 ملي ديال الهواء ملي كتنفسوا 700 ملي، يعني هاد 700 ملي ديال اللي كتدخلوها ديال الهواء. فالرئة خاصها تمدد خاصها تنفخ، لما تتمدد يجب ان تجد يعني موضع فين تمدد فيه. فإلى عمرتوا هاد المعدة كتحبسها، كتحبس الرئة ما تتخلاش تمدد، وكيولي التنفس ديالكم بصعوبة، ما كتدخلوش 700 ملي لا كتولي تدخلوا 100 ملي، كتولي تنفس بسهولة يعني ماشي يعني. لو وصلت لهاد الحالة هذه فها كارثة يعني، هذا هلاك والله هذا هلاك. ف يعني هذه أمور علمية دقيقة، حسابات يعني، هذه الأشياء لازم تعرفوها، والإنسان اللي عرفها أحسن ما يكونش معرفها، لأن ليست محاضرة نظرية هكذا فلسفية يعني نتكلم عن عن حجرة في المكسيك أو عن عشبة في الهند، لا نتكلم عن أشياء واقعية تنفعنا، جاءت من ديننا ومن صلب عقيدتنا.